يوم واحد 26 بتكون خلصت ليلة 26 اليوم عارض يبدأ معانا من صلاة المغرب لصلاة الفجر الليلة والنهار يبدأ من بعد صلاة الفجر لصلاة المغرب إن شاء الله اليوم في نهاية صلاة المغرب تبدأ ليلة 27 وعلى أرجح الأقوال تبدأ ليلة 27 وكان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام قد حضروها في العشر الأواخر في رواية عائشة رضي الله عنها تقول حضروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 21 3 5 7 29 والحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أوشك أن يعرف أي ليلة هي لولا أن يجعل المسجد وين الاثنين قاعدين بيتناقحوا ويتجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم أهل بيت في روض الجنة لمن ترك الجدال وهو على الحق. راح يقول على الحق وإحنا الجدال فيه سيبه. لأنه الجدال بيضيع القيمة العلمية للنقاش. كان واحد سفيه يتكلم معك يقول مش بسيبه خلص، إذا أنت مقتنع في اللي أنت فيه سيبه. أنا زعيم أهل بيت في روض الجنة وسط الجنة لمن ترك المراه وهو على الحق. صلى الله عليه وسلم. فما ليش هي ليلة وإن كان صحابي يقول إنه هي ليلة 27 على أرجح الأقوال. على كل حال شهر رمضان شيء من الخمر لكن كان يقول من طاف رمضان إيمانه بالسماء ما كانش ضعف رمضان راح عليها. وبعدين من صام رمضان إيمانه بالسماء والبروح عليها صمش السبب اللي عز وجل وممكن انه كمان ما طعمش ده 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 طعام صائم وافطار وزي ما قال الصحابه يا رسول الله ليس كلنا يفضل صائم قال يعطي الله عز وجل الثواب هذا لمن فضل الصائم على مسك ثمن شربة ماء او قمر لو انت مش عارف تذبح القمر قلت له والله يقطع عليها اذا من فضل الصائم من فضل الصائم كان مغفره لذنوبه عتقا لرقبته من النار ولو مثل اجر الصائم لا ينقص من اجره شيء. لو الانسان صام اليوم هذا كامل يقول انه كثير منفر الذنوب وعتقه من النار، نسال الله عز وجل ان يحفظ القران جميعا من النار. النقطه الاخيره على الله يقول دامت من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له القدر الذنب. برضه دامت ليله القدر هي ان شاء الله جايه او انك تفضل الصائم. هذول كثير غير هيك خلص رمضان وكم من قائم لا يعود عليه الصيام الا بالتعب والصام وكم من صائم لا يعود عليه الصيام الا بالجوع والعطش. في انسان خش رمضان بيطلع منه زي ما خش. وفي ناس مع اول ليله من رمضان يكتب لها رمضان كامله من همه لعمل حسن كتبت له حسنة كاملة إذا كان ما عملهاش وإذا عملها تكتب 10 أمثال إلى 7000 الله سبحانه وتعالى يضاعف حسنات الانسان المؤمن التقي اللي بيحب انه يلاقي رب سبحانه وتعالى بجوش ابيض وثياب نسال الله ان يجيبنا جميعا ان شاء الله. لان في ناس تيجي بيها سودة والعياذ بالله وتنسلخ جلوده باستحياء من الله من عينيه في الدنيا كانوا بيعملوا حاجات مش شايفهم حد لكن رب شايفهم لا يغفل ولا ينام والله عز وجل يؤمن الظالم حتى اذا مسكه لا يغفل. طيب ايش واجبنا في ليله القدر هذا؟ أول حاجة بينك وبينك مش إحنا تقول له مالي بارك الله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام تقول له مالي بارك الله عشان تقطع القلب لأن الله عز وجل لا ينظر لصوركم ولا أموالكم ولا أبنائكم ولكن ينظر إلى التقوى والتقوى هنا أشار النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى القلب والقلب الطيب النظيف هو اللي ينظر إليه لأن الله طيب ولا ينظر إلا الطيب. أول حاجة بينك وبينك مش احنا جارك حبيبك مشاركك تقول يا عم ربنا انت الدنيا كلها ضايعه انت شايف الدنيا كورونا حوالي 3 مليون واحد انتقل فيها خلال سنتين انت طيب تفكر في ايه؟ تفكر في اي لحظه انت تصاب في اي لحظه تموت في اي لحظه تفارق الدنيا هذه كلها وكثير ناس وهي بتبيع وهي بتشتري وهي بتصارع وهي في نزاع بتقابل وهي بتلقي نشره جويه يموت اذا جاء اجلهم لا يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. الطباب رجع الطباب قاعد يطبق
وحده مغنيه بلاد مغنيه ومتجدي على ما تنسى على الارض سكرت الموت جدا. ولذلك يا اخوان الانسان يفكر كيف بده يقدر ربنا سبحانه وتعالى. هي ان شاء الله قدر وهي نهايه والدنيا بتبقى وبتنتهي. يعني اللي هي بتيجي الجرايد. العاقل الكيس من دار نفسه عامل المعادله والاحمق من اربع سنوات من اعطاء الامانه. انت قدامك تقدر هذا ان شاء الله تكون يعني نصيبنا كلنا ورب سبحانه وتعالى يقبلنا قائمين صائمين في هذه الليله. اللي بيحصل يا اخوان انه في ليله القدر بيستحب النتيجه دي حاطط شويه رطب يبقى بعد ما خلصت قلبك ونظفته هذا الحقد والحسد والبغض والتضارب والهجران بدك تيجي لقراءه القران للذكر للصلاه على النبي الاستغفار تصلي مع الانسان تسمع من لسانه ما تقعدش تجيب قصص الف ليله وليله وتقعد على جنبك ايش عملت ايش سويت انسى هذه كل دقيقه محسوبه ليله القدر الف خير من الف شهر يعني افضل من 83 سنه انت قد ما تعيش بس دي سميت يا عمر بن عمر قريب من جنس قطاع 90 75 80 85 60 55 50 لكن الاعمار كلها من 60 و70 معظمها ولذلك انت بتحس هذا في اي لحظه طلب ربنا سبحانه وتعالى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع الصلوات من اعضاء الله اللي لها تستغل كل دقيقه محسوبه دقيقه واحده محسوبه خلي بالك يعني انت مثلا عند المغرب الساعه 7:15 لغايه الساعه 4:30 ل 5 من 7 ل 12 ساعات و4 9 ساعات قول 10 ساعات خير من 1000 شهر يعني كل ساعه ب 100 شهر ال 100 شهر يعني تطلع حوالي على 6 سنين انت بدك تطلع تنزل فيها ليش هتلاقي الثانيه فيها الحقيقه التعبد فيها قراءه القران استغفار طلب العلم القيام تصلي مع الناس اللي بتصليها وان كان الرسول عليه الصلاه كان يقيم ليله القدر لوحده ويعتكف لوحده وكان في ناس ما تتبصر الواحد يجيب له حوالين ثلاثه يعمل له اوضه حوالي متر ونص في مترين ما يكلمش حد قاعد قراءه القران احنا اليوم نعتكف ونجيب ليله القدر جيب ودي شفت فلان عينيك شفت فلان سوا بدي اعمل كبرى انسى انسى الدنيا ما عليك وخليك مع مين؟ مع الله سبحانه وتعتذر الا اذا كان هناك عمل صالح تعمله زي في يوم ابن عباس وهو جالس ففي واحد اجى وطلع فيه لقى مهموم بعض الاحيان يجي يا اخوه قليل ايش عند الانسان قالوا ما يراك مهموما قال يا انسان قالوا علي في واحد انا مالي اشياء مش قادر عليه قالوا اكلمه قالوا يا والغد جاب الحلف بدش اخذ متاعه بده يطلع قالوا لست معتك يا ابن عباس قال وعد وربي هذا صاحب هذا الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان لسه يعني توفي قريب فغطت عينيه بكى سيدنا عبد قال وصاحب هذا الخلق هذا القبر انه قال من مشى في حاجه اخيه خير من ان يعتكف عاما كاملا سنه كامله وفي روايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجه اخيه خير من ان يعتكف شهر كامل في مسجد الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام ولذلك المشي في حاجات الناس افضل العباده. العباده هذه لك انت لكن تمشي مع الناس من احب الناس الله قد انفعهم للناس. اللهم فقهنا في دينك علمنا اسلامنا حفظنا قراننا جعلنا من عبادك الصالحين جنة المحسنين جنة الكرمين اللهم عليك توكلنا فلا تكلنا وبك امنا فلا تحرمنا وبحبك ولا تغيب رجاءنا ونطبع على بابك فلا تطردنا اللهم نسالك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين في الكتاب الصالحين اللهم اجعلنا من القائمين ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اعطنا اقطابنا من النار واعطنا اقطاب ابابنا وامهاتنا من النار اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم اخلص صلاحنا وتقليدنا